ايه يا ولية في ايه؟ جهز القدر مستعجل كده ليه؟ ايه يا اخوي؟ بقول لك ايه؟ ما تقوم تجيب لي شاي. احنا صايمين يا راجل. بجد والله؟ اه. خلاص هات لي ميه. احنا صايمين بقالنا. بجد والله؟ اه. في بقى حاجة مهمة عايز أكلمك فيها بصراحة يعني. ايه؟ ازاي النهاردة السحور يبقى قليل كده؟ أنا قايم جعان. يا راجل حرام عليك، ده أنت ضارب 17 بدل واحدة. بجد والله؟ الفول كان قليل، يعني إيه مثلا تحط لي نص قدرة فول؟ المرة التانية هبقى أحط لك القدرة كلها. مش شايفاني خاسس إزاي؟ آه والله خسيت قوي. شفت شعرك الجديد؟ حلو 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 شعرك جديد. البلد في وشي. بتقول حاجة؟ لا حبيبتي، يا حبيبتي ربنا يخليك ليا يا رب ما حرمنيش منك. بقول لك إيه بقى؟ أنت عاملة لنا إيه النهاردة على الفطار؟ خروف. خروف؟ آه. بس اصحى يا ولد. في ايه يا ماما؟ قوم فيس. في ايه؟ هتنام؟ قلت ما تصحونيش غير على الفطار، انا ما بستحملش صيام، انا عايز افطر. يعني ايه يعني اللي انت بتقوله ده؟ صحوني على الفطار، امي بقى عايزه انام. والله انا هديلك ابوك يا حاج. قول له خلاص يا بابا. ما قلت لك قوم. قمت. انت حس بالفقره والصيام، امال الشاب ده جاي ليه؟ انا داخل انام، متزحلوش على الفطار. ايه الظلم ده؟ تعالوا ده ايه؟ طب ما تيجي ننزل. ايه حرام؟ تنزل تعمل ايه يا ايه يا ماما؟ روح لصاحبي بس هنفطر بره. صاحبك برضه؟ اه اهو. صاحبك هتقول له يا حبيبي؟ ما بحب. تحبه؟ احنا اصحاب من زمان. والله انا هقول له يا حاج. ايه يا معلم في ايه؟ ايه يا ماما؟ الواد ده عمل ايه؟ بيتكلم بلاد يا اخويا. ده صاحبي يا ماما. بكلم صاحبي. انت مش صايم يا اسطى؟ صايم والله، صايم صايم والله والله صايم. خلاص انا هتصرف معاك، اطلع انت بره، هتصرف انا معاك. خلاص انت مش صايم يا صايم والله. انت مش صايم والله صايم. كنت بتكلم من يوم صاحبي. فين التليفون؟ اهو فصل. هات بس كده فصل. ها لميا ده مدلعه حلوه قوي بجد. قوي استنى عليك. طب بعد الفطار؟ بعد الفطار ولا ما تكلمهاش تاني خالص؟ ما تكلموش تاني يا خلاص يا حاجه. كان بيكلم صاحبه. خلاص الاسكتش اللي انتوا شفتوه من شويه ده، ده حل ناس كتير جدا في رمضان، بس ده للاسف اسلوب سيء ان احنا بنتعامل بيه مع شهر زي شهر الرحمه وشهر المغفره، شهر احنا عارفين بجد قيمته عند ربنا عامله ازاي، بس للاسف مش عارفين قيمته بالنسبه لنا. من رمضان لرمضان بيكفر كل الحاجات اللي بينهم، فالمفروض الشهر ده كده بالنسبه لنا ان احنا بننظف كل الحاجات اللي احنا عملناها خلال الفتره اللي فاتت من رمضان اللي فات. اكيد عملنا حاجات كتير غلط، كلنا بنغلط، دي حاجه طبيعيه جدا، بس الفكره ان احنا اكيد عايزين نطهر نفسنا من الذنوب دي. بس تفتكروا احنا ممكن نعدل المشهد اللي احنا شفناه من شويه ده ازاي؟ او ايه الحاجات الصح اللي احنا ممكن نعملها في اليوم بتاعنا؟ ايه الحاجات الصح اللي احنا مثلا ممكن نعملها في اليوم بتاعنا مصطفى؟ يعني يمكن هتفهم الحاجات الغلط الكتير ان احنا بنتعامل مع شهر رمضان ده ان هو زي الايام العاديه، بس الفرق ان انا بدل ما بفطر اول ما بصحى الظهر كده، لا انا بفطر على المغرب بس، ما بيبقاش في اي فرق في حياتي او في اي فرق في يومي، هو التلفزيون اللي بقعد اتفرج عليه طول اليوم، بس بكون مؤخر الفطار بتاعي. فالمفروض ان احنا الشهر ده ربنا عامله لنا مره واحده في السنه زي ما قال حذيفه، بس عشان ان انا اقدر اطلع منه مستفيد باكبر كميه من الحسنات. انا ازاي اطلع من رمضان ده باكبر كميه من الحسنات؟ في ناس رمضان ما بيفرقش معاها تماما، هو اللي كان بيعمله قبل رمضان هو اللي بيعمله في رمضان. فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقرب من ربنا، نحاول ان انا لو ما كنتش بصلي فابدا ان انا اصلي، ابدا ان انا اروح المسجد، ابدا ان انا اخلي ليا جزء ولو بسيط جدا من يومي لربع ساعه بس انا بمسك فيها المصحف بقرا فيه شويه. اهم حاجه بالنسبه لنا طبعا زي ما قال مصطفى من شويه كخطوات عمليه ان احنا ممكن نعملها، رقم واحد النيه، النيه ان احنا لازم نجدد النيه بتاعتنا فعلا ان احنا نخرج من شهر رمضان واحنا متغيرين تماما، واحنا الحمد لله السيئات بتاعتنا بتقل جدا، الحسنات بتاعتنا دي. طبعا في ناس كتير بتعمل للاسف الكلام ده ممكن اول يوم واول يومين رمضان بس انت مطالب ان انت دايما تكون كده. خد الشهر ده بالنسبه لك ان هو ممكن يكون تغيير، يكون عامل زي الشخص اللي داخل في حاجه باور كبير جدا في اول ايام رمضان، وبيبدا الباور ده يقل معاه مع الايام تدريجيا لغايه ما يبدا اليوم بعد كده ان هو خلاص بقى عادي، بدات امسك المصحف في الاول واقرا فيه كتير، بعد كده خلاص
اروح اصلي في كل الصلوات وانزل الفجر يوم في التاني في التالت، في تاني اسبوع تلاقي الكلام ده مش موجود تماما. ما للاسف دي غلطه كبيره جدا جدا جدا، ان هو ما بيكونش باصص اصلا المجمل العام لشهر رمضان ان هو ممكن يخرج منه ازاي. فما ينفعش نخسر الشهر ده بجد غير واحنا خارجين منه بشكل مختلف تماما. لو بتتفرجوا علينا من على الفيسبوك ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو بتاعتنا على الفيسبوك وشير الفيديو ده لو عجبكم، ولو بتتفرجوا علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه تحت وتعمل لايك على الفيديو ده، ما تنساش تعمل شير لو عجبك الفيديو علشان هتشوف حاجات احسن بكتير ان شاء الله. استنوا.